طبعا ارتفاع الخزان طالما الليفيتد ما بزودش الارتفاع بتاعه. دايما احنا الارتفاعات بتاع الخزانات قليله. ليه؟ عشان كل لو زودت الارتفاع العزوم هتزيد وهتبقى بالو على الخزان. يا ده عايزه كلام، الحيطه لما تعلى يبقى العزم بتاعك هيزيد جامد، يبقى تعمل فيه ايه؟ مش كده ولا ايه؟ فدايما احنا بنحاول نوسع الخزان انما نرفعه في الارتفاع ما نرفعهوش. لو رفعناه بقى يبقى خزان جراوند. والجراوند على خوازيق بقى، لو سيادتك عايز تعمل خزان ايه؟ وترفع الميه فيه زي ما انت عايز، هعمل خوازيق بقى وحط ميه زي ما انت عايز. عشان السول نفسها ما تشيلش. حطينا الاتش بتاعتك بتساوي الايه؟ البحر على 2، يبقى عندك الايه؟ شيل الاتش وحط ال او على 2، يبقى ال او تكعيب على 2 تساوي 242. هات ال او طلعت 7 متر 8 85 قدام سيادتك اهي. خدناها 8.5، خدناها 8.5 لان ال او دي اللي خلي بالك من الابعاد، عندك في بعد صافي وبعد سنتر لاين وبعد خارجي. اي خزان في الدنيا قدام حضرتك اهو في بعد جوه وش وش، وفي بعد في مركز الحيطه تزود عليه دخلت حيطه، وفي بعد البراني تزود عليه دخلت حيطتين. مش كده ولا ايه؟ فانت شغال على ان هو حدد بقى دلوقتي وظبط نفسك. بعد احنا ما جبنا الايه؟ ال بتاعتك ب 7.85، رحنا واخدين البعد بتاع الحيطه ايه؟ 8.5 متر. خلاص خدنا 8.5 متر. 7 و75 و75 8 متر. 8.5 متر لحد فين؟ لحد بره. يبقى الجواني شيل منه تخانه 2 حيطه. تخانه الحيطه هنفترضها 25 و25 يعني 50. يبقى خدنا ال 8.5، يبقى خدناه 8، يبقى كان طالع 7.85 الصافي. يعني انا بزود كمان بعد ما يطلع لي البعد اللي طالع من الفوليوم ابحبح. انا خس على حاجه وانت خس عليك ايه؟ ما تبحبح ابعاد الخزان وتخلي الارتفاع بتاعك مبحبح، كل حاجه مبحبح. يبقى الاتش بتاعتك هي بعد ما حددت الال، ادي الاتش بتاعك حضرتك 3.35، وزودناها كمان 35 سنتي عشان يبقى عندك ايه؟ كلير هايد في الميه. بدل ما الميه اللي ارتفاع 3.35 زودت انا كمان عليها 35 ايه؟ سم. بلاقي لك ما نقلش عن ربع متر زياده. لو انت زودت نص متر كمان مفيش عندنا مشاكل. ايه الموضوع يعني؟ إيه؟ احتياطي ريزيرف. يبقى ارتفاع الخزان 3.70 متر، وابعاد الخزان قدام سيادتك هي الايه؟ 8.5 متر من بره بره، ومن جوه 8 متر، وقدام سيادتك اهون رحنا واخدين السيستم بتاع الخزان بيتشال على 4 كمرات، ادي كمره 2 3 4، دي الارضيه. عشان يبقى السيستم بتاعك ده ستاتيكالي ديترمنت زي السيركلر تانك. بس السيركلر تانك انا عاملين له كاميرا سيركلر عشان هو سيركلر. وحتى السيركلر تانك لو كنت عملته على كاميرا مش سيركلر ايه اللي هيحصل يعني؟ كان بيتسلى عليك على السيركلر، فكان كله سيركلر. ادي كل موضوع. ده الخزان طالما الفلور بتاع حضرتك متشال على ايه؟ على كاميرات كده، يبقى سيادتك هتروح حلل الحيطه وعاكس العزوم بتاعت الحيطه على الفلور، وهتلاقي الفلور ستاتيكالي ديترمنت والحيطه ستاتيكالي ديترمنت، مفيش عندنا مشكله خالص في حساب الايه؟ العزوم. اسهل خزان وابسط خزان عند حضرتك هو الخزان اللي قدام سيادتك. ودي ابسط مساله. طالما الارتفاع بتاع الايه؟ الحيطه اكتر من 3 متر، يبقى سيادتك ايه؟ نستخدم اتش بيم على طول. انا قايل لك المره اللي فاتت ان انت عندك لازم تاخد اتش بيم على طرف الخزان من فوق عندما يكون الارتفاع بتاع الحيطه اكتر من 3 متر. فالحيطه احنا واخدينها 3.70، اكتر من 3 ولا لا؟ يبقى تدفع اتش بيم على الطرف. هو ايه الفرق بين اتش بيم على الطرف او اسيبها فري؟ فري يبقى فري. يبقى فري وفيكس. دلوقتي هيبقى فيه هنج وفيكس. بس انا لو سبتها فري وفيكسد الحيطه هيطلع عليها العزم دبليو لتربيع على 2، او لو مثلث ميه يبقى دبليو اتش تكعيب على 6. هيطلع العزم كبير وتطلع تخانه الحيطه ايه؟ كبير. انما لو عملت هنج العزم بيطلع اقل والحيطه الداخليه بتطلع ايه؟ اقل. قصاد ان انا بدفع ايه؟ اتش بي. طيب الاتش بي بتاعت حضرتك دي بحرها كام؟ ما هي ما انا خدت على الطرف الكاميرا ادي الكاميرا اللي واخدها على نص الحيطه. طبعا في السيركولار بيم مفيش اتش بي في السيركولار تانك، اسف، لان اساسا السيركولار تانك كله ايه؟ كله سيركولار، كله رينج. هتعمل بيم ايه اللي على الطرف؟ انما ده ريكتانجل، فدي حيطه عدله، فالحيطه العدله عملت لها كاميرا سبورت ماشي. السبورت قدام سيادتك
ادي الكاميرا، الكاميرا دي لفه حوالين الاربع نواحي اهو، لفه على الاربع نواحي. خلي بالك لما اقطع من هنا من تحت وباصص لفوق كالعاده، يعني احنا بنطلع تحت وبنبص لفوق، ما بنبصش تحت. احنا الناس بتنسى احنا بنقطع وبنبص لفوق، فلما اقطع وابص لفوق الاقي الاربع كاميرات اهم اللي في القاع، وادي الاربع عندنا على الاربع تركان، وبعدين الاربع حيطان اهم اللي قدام سيادتك اهو. يعني انت لو عايز تسكت صح قوي الخط الجوالي ده اهو يبقى منقط. طب واخد بالك ليه؟ لانك انت شايف ده وشايف ده، لانما الجوالي التالت كمان ده اللي جوه ده ما هوش باين، المفروض يبقى في خط منقط تاني كده. انما احنا يعني ما بيهمناش، ما بنتفزلكش قوي، مش موضوع اسقاط هو القصه، مش كده ولا ايه؟ ما احناش رايحين نسقط، احنا بنيجي بنصلي الخزان كله قدامنا زي ما احنا شايفين. فاللي القصه ان دلوقتي الخزان قدامك، تعالى بقى نصمم الخزان. انت عرفت الاول قبل ايه؟ ان لما الكاميرا، لما الكاميرا دي بحرها زاد عن 5 متر لازم اعمل ايه؟ لازم ارفع كاميرا، لازم ارفع طاري في نص الكاميرا. الحيطه دي على جوزها كاميرا، والحيطه دي على جوزها كاميرا، والحيطه دي على جوزها كاميرا. الكاميرا دي بحرها كام؟ 8 متر. ايه 8 متر ونص؟ اكتر من 5 نروح فاقعين في النص ده اهو طاري، نربط النص ده بالنص ده بالنص ده بالنص ده بالنص ده. يعني بعمل للكاميرا نفسها سبورت في النص. والا لو سبتها 8 متر ونص هيبقى بحرها كبير، 8 ونص تربيع. ما هي الكاميرا دي، واحد يقول لي هي الكاميرا دي عليها ايه؟ عليها لود ولا ما عليهاش لود؟ اه عليها لود. الحيطه دي عليها المثلث بتاع الميه، مثلث الميه ده هيديك رياكشن فوق وهيديك رياكشن تحت على الاسفكسيشن. الرياكشن اللي فوق ده هيجي على الكاميرا اللي فوق. لود يعمل ايه في الكاميرا؟ يعمل فيها عزل. بحرها كام؟ 8 ونص، 8 ونص تربيع على 12، ما كلوز فري. ما هو والعزوم كلها دبليو تربيع على 10 و12 يا عم سميع. طالما حاجه مش سيمبل، السيمبل 8، اللي مش سيمبل 10 12، مش كده ليه؟ فال 12 هي دي بتاع الفيكسيشن، لما يكون عندك حاجه كلوز فريم فيكسد بيبقى دبليو تربيع على 12. ده العزم، هذا العزم هيبقى كبير، فعشان نقلل البحر بتاع الكاميرا نروح عاملين لها سبورت هنا. مين السبورت ده؟ ده طاري جاي منين؟ جاي من هنا اهو. الكاميرا اللي في الوش دي مربوطه بالكاميرا اللي في الوش دي؟ لا، تعمل معين معين معين. النص ده يتربط بنص الجنب ده بنص الجنب ده بنص الجنب ده. ده 14 سم. ماشي، عمليه صعبه. نبدا نصمم الحيطه. اول حاجه نصممها نصمم الحيطه. قدامك ايه الحيطه؟ ادي الحيطه قدام سيادتك اهي. الاول نشوف هو احنا الخزان بتاعنا ديب ولا شالو ولا ميديوم. خلي بالك لانك انت عندك 3 خزان، شالو ولا ديب ولا ميديوم، بناء على مين؟ على الابعاد. الميديوم بيتحل مرتين، مره فيرتيكال ومره هوريزونتال للحيط. الديب والشالو بيتحل مره واحده. الديب يتحل في الاتجاه الافقي بس، باخد الميه كلها في الاتجاه الافقي. الشالو باخد الميه كلها في الاتجاه الراس. الميديوم تانك بقى اللي هو بين البنين باخد مثلث هوريزونتال ومثلث فيرتيكال. والمثلث الفيرتيكال عباره عن مثلثين، جاما في اتش في الفا او بيتا، وفي حته مثلث تاني ربع الاتش، المثلث الصغير اللي لازم يتحط جنبه. ماشي يا عم. انا هنا دلوقتي قسمت ال على الاتش، 8 ونص على 3 و7 طلعت 2 و3 من 10. يعني الخزان ماله واسع وارتفاعه ايه؟ صغير. يبقى اسمه ايه ده؟ شالو. شالو تاني يبقى نو هوريزونتال ستريب. لو كان ديب تانك يبقى اكتب ديب تانك، يبقى اقول هوريزونتال ستريب نو فيرتيكال ستريب. لو ميديوم تانك بقى يبقى فيرتيكال ستريب اند هوريزونتال ستريب. وخلي بالك في الامتحان ممكن اقول لك صمم الحيطه بتاعت الخزان بس، او صمم الارضيه بتاعت الخزان بس، مش لازم اقول لك صممه كله. شوف ايه المطلوب ارجوك عشان الوقت، يا اللي بتقول الوقت، الاستاذ اللي بيشتكي من الوقت وهو اصلا ما هوش عارف بيهبب ايه ولا بيعمل ايه اصلا.
خلاص يا باشا، ادي الحيطه قدام سيادتك، فيكس تحت وهنج تيل عند الكاميرا اتش بي. في حد ما يعرفش المنظر ده؟ ودي جوم اوف اتش. ادي العزم بتاع حضرتك اهو، والعزم ده اللي يهمك فيه هو العزم السالب اللي عند الفيكسيشن ده. العزم الموجب ده يا باشا ده نمره 2، ما يهمكش قوي عشان الناس لازم تبقى عارفه الاولويات. الاولويات هي الحاجات الكريتيكال المهمه. النمره 1 العزم الكريتيكال اللي عند الفيكسيشن ده اللي قيمته قد ايه؟ جام اوف اتش.